السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج تغطية خاصة. أظهر مقطع فيديو مقاتلين تابعين لعملية الكرامة يدخلون بسيارات مسلحة إلى محيط محكمة الشمال بنغازي يرددون شعارات مؤيدة للقذافي. هذا العلم الخضر قاعد الله معمر وليبيا وبس. الله عليك. العلم الخضر قاعد اللي نبي المحكمة، يا محكمة السلطان يا. الله معمر وليبيا وبس. أنا يحتفلوا بالقوارز الكلاب. أظهر الفيديو أحد مقاتلي عملية الكرامة أطلق على نفسه اسم مجاهد، يصف منصة ساحة المحكمة بمنصة الجرذان. مجاهد قاعد الله ربي يحميه بمنصة الجرذان يا. هذه الحركة شركة بحرية، شركة بحرية ربي يحفظهم. الخضر الأحرار كسروا لهم كسروا كسروا شو اسمها هو هذه المنصة، هذه المنصة بتاعت المحكمة. وأظهر مقطع فيديو نشر أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي أحد أبرز المقاتلين الصحوات في صفوف قوات حفتر عز رسلان، وهو يلقي قنبلة داخل أحد المنازل بمنطقة السابري بعد دخولهم إليها يوم الخميس. وسبق لرسلان أن ظهر في مقاطع فيديو وهو يمثل بجثث المدنيين العالقين في قنفودة بعد خروجهم مارس الماضي وقتلهم على يد ميليشيات الكرامة. عشران العبد بتعامل معاه بيش بالرمان يا اخوي، صورك هيك صور رمان صور جي 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 عشران ده بالرمان. للحديث حول هذه الانتهاكات وهذه التطورات في مدينة بنغازي معي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي سيد عصام الزبير، ومعنا عبر الهاتف الشيخ محمد التايب أحد مشايخ بنغازي، وسينضم إلينا لاحقا عبر الأقمار الاصطناعية سيد مصطفى المارك الناشط السياسي، ومعنا أيضا عبر الهاتف من بنغازي سيد إبراهيم سليمان. أبدأ بك سيد إبراهيم سليمان، ماذا تعلقون على سلسلة الانتهاكات الموثقة بالصور والفيديو التي تظهر من مدينة بنغازي؟ أولا السلام عليكم وللمشاهدين، أول السلام إلى المشاهدين، وأقول قولي نصر الحق وزهق الباطل في مدينة بنغازي العصية. ثانيا هذه المقاطع التي تأتون بها من حين إلى الآخر وتتكلمون على النظام السابق، ليس تتكلمون على علي دبيبة والله الصواب الذي تعامل مع النظام السابق، والله دايغ الذي تعامل مع النظام السابق، ولا الميليشيات الموجودة في طرابلس الذي تعاملت مع النظام السابق وفي السجون. هل أنتم تتكلمون على أشياء بغيظة من قتل ونهب وذبح الرقابي أمام الناس في شوارع بنغازي؟ هل أنتم نسيتم ما يحصل في طرابلس من حقوق الإنسان انتهاك؟ هل أنتم نسيتم ما حصل في ورشفانة؟ هل أنتم نسيتم ما حصل في سرت؟ هل أنتم نسيتم ما حصل في مدينة بنغازي؟ عندما يتكلم عن النظام السابق، أنا ليس من النظام السابق أولا بس لبين اللي بين كافة، وعندما أنت تأتي بصور ويقول علم ما علم، هذا شيء لم نتكلم عليه، هذه رماد تضعونها في أعين الآخرين، ولكن عندما تتكلمون على الحقائق هناك لدينا حقائق من المصريين والدوانسة والنساء الإرهابيات الذين قتلوا وسرقوا ونهبوا في مدينة بنغازي. لماذا لم تتكلمون عليها؟ لماذا لم تأتون بمن ذبح وقتل ونهب؟ عندما تتكلمون على من قال هذه الجردان، أقول لك بصراحة نعم، فإنهم أفسدوا وجرد. عندما أنت تعلم كلمة هذه جرد، الفأر هو جرد، هو الفأر مش نوضح لهم، الفأر عندما دخل لأي بيت يخربه، فهم هذوم الدواعش والخوارج هذوم هم المفسدين في الأرض. ثانيا كل من يشجعهم ويدافع عليهم وكل من يؤيدهم، فقرارات مجلس الأمن تنص على محاسبة كل من يؤيدهم. لماذا أنتم تتكلمون على هذه الأشياء؟ لماذا لم تتكلمون على علي دبيبة الذي يدعم في الميليشيات؟ لماذا لم تتكلمون عن الرعايه؟ لماذا لم تتكلمون الذين كانوا مع النظام السابق موجودين في مصراتة؟ تتكلمون على شباب
قتلوا اخوانهم وقتلوا امهاتهم وقتلوا اشقاهم وقتلوا ابناء عمهم. طيب نعم عندما تقتل لي هذا تعري فأثار منك بهذه طيب. كيفية تحدث بوضوح سيد ابراهيم نحن نعم. يعني خليك هادئ قليلا نعم. سأرد عليك اولا ما هي الجريمة التي حدثت ولم تغطيها النبأ؟ ثانيا من هي الميليشيات القادرة أن تتجرأ على أن ترفع العلم الأخضر وتصف الثورة الليبية بأنها ثورة جرذان وساحة المحكمة بأنها ساحة جرذان ولم تتحدث عنها النبأ؟ ما هي الجرائم التي حدثت في بنغازي من كل الأطراف سواء قصف عشوائي أو سقوط لمدني لم تتحدث عنها النبأ؟ وثالثا وإن كانت بعض هناك بعض الفصائل تقول بجرائم تقوم بجرائم هل تبررون إذن جرائم مضادة وبهذه البشاعة وبهذه العنف؟ يعني مقطع فيديو لا تحدث عن العلم الأخضر، هناك من رمى قنبلة داخل منزل ويضحك بشكل يعني جنوني، الآن تشاهد على التلفزيون يضحك ومتشمت بقصف بوضع قنبلة داخل منزل مدني، وقبله هناك مشاهد فيديو لإعدامات ميدانية وصور ظهرت من ميليشيات الكرامة وهي تذبح الناس ذبحا وتعلقهم. نعم انت تو اليوم عندما تتكلم عن النبأ لماذا لم تأتي ولماذا لم تتكلم؟ هل النبأ حصل فيها يوما تكلمت عن القتل وجرمت الميليشيات في 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 مدينه بنغازي؟ كلا. هل النبأ تكلمت على كل من انتهك حقوق الانسان في مدينه بنغازي؟ كلا، بس تصفهم بالميليشيات، تصفهم بالارهابيين. هل مدينه بنغازي ارهابيين والذين يقتلون ويرهبون ويسرقون، هل هم هم حقوق الانسان؟ طيب دعك من طرف الاخر الان، هناك انتهاكات تحدث يا سيدي، كل من قلت عنهم بانهم يقومون بانتهاكات، نعم يقومون بانتهاكات ونعم يقومون باعمال اجراميه، لكن هل الاجرام يبرر الاجرام؟ أستاذ فاضل لدي جزئية بسيطة أكملها. عارف الشخص الذي أنت تتكلم عليه رمى قنبلة داخل البيت، عارف ما حصل لإخوانه؟ قتل اثنين دبحوهم. هل أنت إذا دبحوا إخوانك قوتك، لأنك أنت ما وصل فيك الدم، لو كان وصل فيك الدم تفعل أشر منك، أشر ما يفعلونهم، لأنكم أنتم أبرئين على هذه الذبح والقتل وما حصل في مدينة بنغازي. ولكن مدينة بنغازي أحدثك، أقول لك مدينة بنغازي العصية، نحن لدينا جيش ولدينا شرطة ولدينا أجهزة أمنية، ولنا مرضى للميليشيات ولا للإخوان داخل مدينة بنغازي. إذن طيب إذا أنت تبرر أن الحرب انتقامية، أن الحرب عائلية وانتقامية وأهلية في بنغازي، إذا الحرب انتقامية وأهلية وأولياء دم في بنغازي، ليست حرب على الإرهاب. لا 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 لا، هذا تصنيفكم إعلاميا بلغة العلوم، هذا ما قلته أنت، وتضعون بهذا التصنيف الإعلامي، هذا تفسير ما قلته أنت. طيب أنت بعيد عنه. طيب طيب أعود للاستوديو، أعود للاستوديو الآن. سيد عصام الزبير، ما رأيك في هذه المشاهد وكلام السيد إبراهيم سليمان؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أحييك وأحيي ضيوفك الكرام وأحيي العاملين بهذه القناة وأحيي مشاهدينا الأعزاء. حقيقة أتمنى أن يتم الحوار بلغة الهدوء وبلغة التحاور من أجل الوصول إلى هدف أساسي هو معرفة الناس بما يجري وما هي الحقائق التي يمكن أن تكون موجودة. أما أن يبقى بهذا السياق فأنني أرى فيه نوعا من التهجم حتى على بعض المدن، وأرى فيه بعض التناول الغير صحيح، والذي أراه أن البعض يحاول التشظي من أجل أن يظهر ما حدث في منطقة أخرى على أنه هو الصحيح، وأن ما يحدث في العاصمة وغيرها هو غير أساسي وغير صحيح. إذا كان يريد أن يتحدث عن الأساس فهو إنسان حقوقي، يجب أن يتحقق أن يتكلم عن الحقوق وعدم إظهار أي انتهاك لحقوق الإنسان مهما كان نوعه، بأن يشجعه أو يدعمه بدعوة التار بأن أخويه الاثنين قتلوا عليه أن يقتل، بعد ذلك ستستمر هذه الدائرة ولن نقف عند هذه النقطة، سنستمر بعد ذلك في العديد من الانتهاكات وسنصل إلى أشياء قد لا تستقر بها الأمور ولا تتضح. ثانيا
نسمع كثيرا منذ أحداث قنفودة بأن هناك جانب ولم نرى أي أجنبي، بل الذي خرج بعد ذلك وقالوا بأنه جزائري أضحى بأنه من أبناء بنغازي. وإلى الأمس ما زلنا ننتظر ماذا حدث في وسط البلاد وما حدث في الصابري، ولم نجد أي أجنبي يخرج علينا، ولم نجد أي حاجة حتى تتكلم عن قطر أو تتكلم عن تركيا أو تتكلم عن الإخوان أو غيرهم، لم نرها. بل رأينا انتهاكات في حقوق الإنسان، رأينا حرس مغربي يتم قتله، والذي حتى الصحف يعني حتى المواقع الاتصال التواصل الاجتماعي وخاصة من الذين يدعمون عملية الكرامة تحدثوا عنهم أنهم يعلمون به جيدا ويعرفونه، وهذا أمر غريب جدا. رأينا سيدة عزوز كيف أنهم يحاولون الحديث معها، وهناك وسائل إعلام وسيلة إعلام تحاول أن تأخذ منها رأي حتى ولو كانت أسيرة، لا يتم التعامل مع الأسير بوسائل الإعلام وهو حقوقي ويعلم ذلك. نحن في وسائل الإعلام لا نلقي أي لا نقوم بأي مقابلة مع أي أسير لأنها ضد حقوقه، وهذا لا يثبت إلا عندما يتم بعد ذلك بعد المحاكمة. رأينا تصفيات يقوم بها محمود الورفلي بدون محاكمة وبدون أي أشياء. رأينا كيف يتكلم ويبرر هذه المواقف، يتحدث حتى عن ورشفانة. نحن نقول أن هناك انتهاكات في ورشفانة، لا 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 نريد أن لا نقول أن ليس هناك انتهاكات، انتهاكات حتى في العاصمة طرابلس موجودة ويتأثر بها، وقناة النبا تأثرت بها حتى الآن موجودة خارج البلاد، ونحن موجودون خارج البلاد نتيجة لذلك. ولكن مع هذا يجب أن نضع الأمور في نصابها، يجب أن نعطي حقائق، لا يجب أن نرفع الصوت، لا يجب أن نتعامل بعاطفة، يجب أن تعامل بغل. إذا أردت أن تتحدث عن الحقيقة يجب عليك أن تعلم، حتى عندما تحدثت عن جردان يجب عليك أن تحترم شهداء الثورة، ويجب عليك أن تحترم هذه الثورة التي قامت بوضعتك الآن تتكلم، حتى أنت الآن تتكلم وتتكلم عن حقوق الإنسان، وتتكلم بعد أن كنت لا تقدر أن تفتح صمك في هذا الموضوع. ثانيا يجب عليك أن تكون جيدا تراعي حقوق أمهات الشهداء، وأنت رجل حقوقي عندما تتكلم عن جردان وغيرها وتريد أن توضع الأساس. الآن أصبحت العملية الحقيقية أن تشويه تبرير الانتقام، مثلا أنا طول حنوصلها تشويه الحقائق وتبرير عملية الأخذ بالتار، كأننا أصبحنا مجتمع جهوي قبلي متعفن يبحث عن الرد التار ووصول إلى الغارة ووصول إلى العديد من العصر الجاهلي، وهذه أمر خطير جدا، وخاصة عندما تصدر من إنسان حقوقي أنا أعتبرها انتكاسة في حق حقوق الإنسان وفي حق حتى أهداف ثورة 17 فبراير التي إن كان لا يريدها. ولنكون منصفين حقيقة، ثورة 17 فبراير أعطت الليبيين حقوقهم وعاشوا من فترة 2011 إلى فترة 2014 عندما أعلنت عملية الكرامة، بعدها أصبح التصدع وأصبحت عملية المعاناة للشعب، أصبح الدولار يرتفع، أصبح الغلاء، أصبح عدم الاستقرار. ما من يتكلم على عهد الكيب بأنه حدث فيه وحدث فيه؟ ألم يكن الليبيون يعيشون في حياة ورغد وكانوا سعداء جدا، حتى أنهم كانوا يعيشون حياة لائقة بهم، وكانوا حتى أمورهم لا يتحدثون عن معاناة. وارجع إلى التاريخ حتى بداية عهد زيدان، لا ننكر ذلك، ولكن الآن أصبحت الأوصاف وأصبح التجاذب السياسي وأصبح الإقصاء لأفراد في سبيل تحقيق بعض الأجندات التي يريدها بعض الأفراد بالتحكم على المشهد. الكثير تكلم عن العاصمة الليبية طرابلس والكثير يتحدث عنها، ولكن عندما هربوا من بنغازي وكانوا أصدقاء للمشير وكانوا يتعاملون مع المشير، الآن أين هم؟ الآن يعيشون في طرابلس، حتى المدونون الذين كانوا مع عملية الكرامة الآن في طرابلس، أي العسكريون الآن في طرابلس ومصراتة. ماذا هذا الحديث؟ لماذا لا نريد أن نخوض في هذه الأشياء؟ نريد أن نتحدث الآن عن أشياء أخرى، نريد أن نغير الحياة داخل ليبيا، نريد أن نتحدث حتى كحقوقي عن حقوق الإنسان الذي يجب أن يكون في أي مكان ما، ليس في ورشفانة فقط، طيب. في تاورغا، في ككلة، في أغدامس، في كل الأماكن الليبية، طيب. ولكن لا نخص من ذلك من أجل أن ننال من الآخرين. هذه لا ليست حقوق، هنا حقوق مصلحية لبعض الأفراد ضد الأفراد الآخرين، طيب. مثل ما يفعل الدكتاتوريين عندما يعطوا لزملائهم وحبائهم، طيب. ما يريدون وينهيون الآخرين. طيب أنتقل الآن للسيد الشيخ محمد التايب. شيخ محمد أهلا وسهلا بك، تغطية خاصة. شيخ محمد، شيخ محمد هل تسمعني؟ طيب أعود لإبراهيم سليمان إذا من بنغازي. سيد إبراهيم يقول لك سيد عصام الزبير، يعني إذا كانت يعني هذه العمليات تقوم بها جيش، كيف يمكن لجيش أن ينتقم بشكل فردي على جرائم حدثت معه
لمنازل مدنيين. شوف أخي الفاضل، وتكلم كثيرا عن قطر وعن أولا تصنيف قطر حيث تصنيفا دوليا. عندما نتكلم على حقوق الإنسان يجب أن نتكلم على حقوق الإنسان حقيقة وليس إعلاميا. عندما نتكلم على حقوق الإنسان نتكلم عليها من الإنسانية ومن الشرع والدين، وليس من عن طريق العاطفة أو عن طريق الجدالات الإعلامية. نتكلم عن الواقع. هل الواقع اللي كان في مدينة بنغازي حصلت الأستاذ الذي أمامنا لم يقرر؟ أتمنى أن تشاهد الصور الموجودة على التلفزيون. أتمنى أن تتابع الصور الموجودة على التلفزيون أيضا عندما تتحدث معنا. أتمنى أن تتابع. خليني نتكلم. أنا أنت أعطيت مجال، أعطيني مجال. طيب لا فقط نوهت، يعني عليك أن تتابع الصور الموجودة على التلفزيون بس. يا أخي الفاضل لا 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 نتفرج على التلفاز. أنا نتكلم عليك باش ناخذ راحتي بالكلام. تمام. ثانيا الأخ الفاضل جالس، أين كان من قنفودة؟ أين كان من قتل بنغازي؟ أين كان من قذف الصواريخ من سوق الحوت الذي هو يتكلم عليه اليوم؟ أين كان من النساء؟ النساء الموجودات الذي يتكلم عليهم دعاء في أدلة حتثبت لكم أمام العالم، حتثبتوها أمام المتشددين، أمام العالم وأمام المحاكم الجنائية وأمام العالم. عندما يتكلمون عن الإرهاب، ما هو الإرهاب؟ حنصنفوه ما هو الإرهاب؟ ما عمل في بنغازي؟ اليوم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا وبريطانيا كلها ترحب بانتصارات الجيش في مدينة بنغازي. هم العالم اليوم يستعرف بأن إرهاب في مدينة بنغازي. حضرة السيد الذي أمامك يقول نتكلم عن الواقع، هذا واقع ليبيا، هذا واقعها، هذا واقع في طرابلس. الذين هربوا من بنغازي أخي فاضل، الذين هربوا من بنغازي هربوا حيث الويلة منهم من هناك، والذين هربوا من داعش ووعدنا لهم ممر عام خرجوا من بنغازي. هم الذين هولوهم بالمال. يا اخي فاضي عندما تتكلم، نحن لا نتكلم، نتكلم عن حقائق وليس ان اقول حضرتك. طيب صامتين طيب الشرفاء. طيب بس طيب يا سيد ابراهيم، الذي ترك الدواعش يمرون من سيد عصام لو سمحت، سيد عصام الذي ترك الدواعش يمرون من بنغازي الى سرت، ما الذي ترك الدواعش يمرون من سيد عصام لو سمحت، لو سمحت سيد عصام يكفي يا رجل. طيب سيد عصام لو سمحت، طيب سيد تكلم استاذ عصام، تكلم طيب سيد ابراهيم، سيد ابراهيم سيد ابراهيم تتحدثون يا سيد عصام لو سمحت، لو سمحت سيد عصام، سيد ابراهيم تتحدثون عن الارهاب وعن التيارات الدينيه. الصور التي تظهر الان محمد الورفلي يرفع اصبعه ويعني وكانه يستخدم شعارات دينيه لقتل الناس، ليس هذا ارهابا؟ اخي فاضل عندما تتكلم على اخي فاضل الورفلي قضيه واحده. واين الدواعش؟ واين الاخوان عندما دموا الجرافات في بنغازي؟ هل هذه القضايا في بنغازي الذي مات فيها حوالي 1700 قاتل بين تفجير وبين كذا، هذه قضيه واحده لم تتكلمون عليها. لم تتكلمون عن القضايا الذي قذفت على شواطئ طرابلس، لم تتكلمون على حبس الحريات في طرابلس، لم تتكلمون عن سرت وعن ورسانة وعن كل سيد ابراهيم، سيد المنظرة التي حصلت في الجنوب. هذا الرجل يتكلم عن حقوق يدافع عن جهة واحدة. نحن لا ندافع على كل من ينتهك حقوق الإنسان. ضد. طيب انت اذا هل يمكن ان تقول هل يمكن ان تقول بانك ضد هذه الصور التي تحدث الان في بنغازي؟ اخي الفاضل، نحن سواء الجيش الليبي، وانا اقولها في بياناته، يقول نحن ضد حقوق الانسان، كل من ينتهك حقوق الانسان. وهذا هو الجيش الشريف الذي حرر مدينه بنغازي، وهذا الرجل الذي يتكلم عليه فهو هو الرجل الذي حينقذ بنغازي من الارهاب والمفسدين فيها. أمام أنهم لم يرشدون المناصب ولا الكراسي، خلاص راحت منهم مدينة بنغازي، راحت منهم برقة، راح منهم الجنوب. اليوم يتشدقون ويتكلمون عن راحت من الجرذان، يعني كما يصفونها في الميدان. شوف أخي الفاضل، كلمة الجرذان لا تردونها. الثورات والعلم الأخضر فبراير أسقطت النظام الدكتاتوري والعلم الأخضر وصار تصحيح المسار، دورة الكرامة تصحيح مسار وليس لي والعلم الأخضر تصحيح المسار من الإرهاب والعلم الأخضر ومن الميليشيات والعلم ومن الذين خرجوا عن القانون والعلم الأخضر دورة الكرامة والعلم الأخضر. أخي الفاضل، العلم الأخضر هذا في كل الدول وفي كل الثورات هناك مؤيدين. إذا كان يحكي عن حقوق الإنسان أنت لا تحبس حرية الإنسان، لا تحبس.
طيب طيب لماذا اذا كان احد يعارض خليفه حفتر، اذا كان احد يعارض مثلا ما تسميه بثوره الكرامه ويعارض يعني خليفه حفتر، لماذا لا يكون موجود في بنغازي؟ يعني اذا كان هناك دعوه حريه، ثوره الكرامه ثوره تصحيح مصير من الارهاب والميليشيات. طيب. والذين انزفوا المال العام في مصرف المركزي عن طريق الميليشيات في طرابلس. طيب. لم يتكلم عليها لانه طيب. هو موجود معهم طيب لو سمحت يا سيدي دعني اتحدث. طيب. لماذا لم يطلع ببيان رسمي ضد المفتي المعزول الذي يحقق القتل؟ طيب طيب عموما اذهب الان للسيد الشيخ محمد. طيب شيخ محمد، يعني هل انت معنا الان؟ نعم صح. ما رأيك يعني في هذا الكلام؟ هناك مقطع فيديو ظهر لميليشيات الكرامة، هي ترفع العلم الأخضر وتتحدث بأن حررت يعني مساحة المحكمة من الجرذان، وأنها هذه هي مساحة المحكمة التي كان موجودين بها الجرذان ورفعوا العلم الأخضر. مقاطع فيديو للتعذيب والتمثيل بالجثث ومقطع لتفجير منزل، كل ذلك يقول عنه السيد إبراهيم سليمان الحقوقي من بنغازي بأنها مشاهد طبيعية ومنطقية وتحدث لأن هذه حرب على الإرهاب وهي عمليات انتقامية. هو عجيب أن تقال من حقوقي، يعني مش عارف هل الحقوق تغيرت أم أن الحقوق لا زالت هي الحقوق المعروفة، يعني سواء دوليا أو محليا. حقوقي الحق ينبغي أن يكون مع الحق، يعني سواء كان له أو عليه. الحقيقة أن هذه الفيديوهات التي ظهرت ما هي إلا يعني قطر ثم بعد ذلك يعقبه السيل، يعني ينهمره. فالشهادات الخارجين من السجون، لا أدري هل وثقوا سيد إبراهيم ومن معه الحقوقيين في مدينة بنغازي شهادات الخارجين من السجون، أو هل زاروا سجون غرنادا وبرسس، أم أنهم لا يعلمون بأن هناك سجون، يعني التعذيب حتى الموت والتعذيب حتى الشلل والتعذيب حتى يعني الألفاظ، يعني التعذيب البدني والجسدي والنفسي والمعنوي والتجاوز الكذب على شيخ محمد. شيخ محمد هم قالوا عادي القتل والذبح والتعذيب والتنكيل بالجثث والتعليق في الشوارع، هذا كله عادي لأن ضد الإرهاب. هذا حقوق هذا للأسف أنه هو شخص حقوقي. نحن تجاوزنا يعني مسألة الأخلاق والقيم والدين والعرف الإنساني والأخلاق وكل شيء تجاوزناه، الآن هم يتحدثون بأن هذا الأمر عادي، ولكن المسألة التي نناقشها الآن يعني هم يقولون على كل من هم ضدهم بأنهم إرهابيين. ما رأيك في هذه الأوصاف، حتى أنهم أصبحوا يبررون انتهاك ساحة محكمة في بنغازي مهد الثورة في ليبيا التي أحدثت التغيير وخلقت حقوقيين وخلقت ثوار وخلقت ما يسمى بميليشيات الكرامة أصلا؟ هو إبراهيم أصلا يعني كان غير شخصية غير معروفة، لولا يعني انطلاق ثورة 17 فبراير لما سمعنا بإبراهيم ولا بغير إبراهيم، يعني لما يتحدثون عن حقوق الإنسان إلا من تخرجه مؤسسة سيف القذافي، و يعني بعض الاشخاص تعطيهم صفه الحديث عن الحقوق، ولعلها كانت مؤسسه القذافي سابقا لحقوق الانسان، لعلها كانت يعني اكثر وضوحا، فقد دانت النظام السابق ودانت الانتهاكات ودانت الاعتداءات ودانت القتل وغيرها من الاشياء الموثقه، يعني ولكن للاسف يعني ينطلق يعني بعض الناس يتحدث باسم الحقوق وحقوق الانسان، وهذا ما نتمناه ان يسترد الناس جميعا حقوقهم وان يتحصلوا على حقوقهم، لكن ان يعني يتحدث الشخص حقوقي وكانه لا يدري ما يحدث في جنيف وما تتحدث به المؤسسات الدوليه عن انتهاكات حقوق الانسان وما يتداول في جلسات منظمات حقوق الانسان الدوليه من انتهاكات ميليشيات الكرامه ومجرمي الكرامه وادراج كثير منهم على قوائم الارهاب وقوائم الجنائيه الدوليه، فالعجيب يعني من اخ هذا الاخ ابراهيم يعني كيف يتناول هذا الموضوع حقيقه. طيب. ولكن الحقيقه ان ما فعلوه يعني ميليشيات حفتر والمجرمين هناك يعني اكثر مما يتصور، اتهام النساء واعراضا باننا ارهابيات وكلام يعني لا يقال حقيقه على بعض
النساء هناك، قتل الأشخاص يعني بريئين تمام البراءة مثل الحاج محمد جعودة وابنه طارق وغيرهم يعني من أخيرا المرأة يعني مسكينة المريضة عقليا الصابري وغيرهم يعني غيرهم كثير. لو كان أردنا أن نعدد وبالصوت والصورة وبالفيديوهات وبغيرها يعني من جرائم مجرمين أكثرين. طيب مشاهدين الآن إذا نتوجه إلى فاصل قصير ومن ثم نستكمل معكم برنامج تغطية خاصة، ابقوا معنا. العديد من المجهودات قدمت للتقليل من أزمة النزوح، مع بعضنا حننهو أزمة النازحين وحنرجع الأمل لآلاف الأطفال ونحقق أحلامهم. عودة النازحين مسؤوليتنا كلنا. مشاهدينا مجددا برنامج تغطية خاصة، أذهب الآن إلى السيد مصطفى المهرك الناشط السياسي معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك لتغطية خاصة. بلا شك سيد مصطفى، تبعت هذه الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الكرامة في بنغازي. ناشط الحقوقي إبراهيم سليمان من بنغازي يقول بأن هذه الانتهاكات مبررة طالما أن هناك إرهاب في مدينة بنغازي وأن من يفجر هذه المنازل لديه قتلى ولديه دم، فبالتالي يمكن أن يقوم بما هو أكثر. أخي الكريم، بداية نترحم على كافة أبنائنا الذين قتلوا دفاعا عن ليبيا أجمع وهم يتصدون للطائرات الإماراتية والمصرية ويتصدون للمرتزقة.
أخي الكريم، عندما نبرر هذه الجرائم إذا هناك خلل في الأخلاق وخلل في الدين وخلل في كل ما عشنا وتعرفنا عليه في ليبيا. لا توجد حجة ولا يوجد مبرر لهذه الأفعال، إنما هذا هو إجرام وإرهاب، ولا يفسر إلا بهذه الصورة، إجرام وإرهاب. نحن رأينا مرارا وتكرارا ما يحدث في مدينة بنغازي في الفترة التي حوصرت فيها منطقة قنفودة. رأينا النساء ورأينا الأطفال ورأينا الشيوخ يتعرضون للقصف ويتعرضون للتجويه ولم يجدوا حتى الماء الصالح للشرب. فلا توجد حجة ولا يوجد دليل يثبت أن من هم محاصرون أو من تعرضوا لهذه الجريمة وهذه الأفعال الشنيعة قد قاموا بقتل أو قاموا بإجرام داخل مدينة بنغازي. عندما نتحدث عن هذه المبررات، عندما يأتي شخص يتحدث عن هذا المبرر ويقول أن من ارتكبوا هذه الأفعال أبناءهم قتلوا في هذه المعارك، أبناءكم هم الذين اعتدوا على أبناء بنغازي وهم الذين جلبوا الدمار والخراب إلى مدينة بنغازي، وهم من قاموا بالغزو، وأبناؤنا وأبناء مدينة بنغازي ثوار مدينة بنغازي هم من كانوا يدافعون عن مدينتهم، يدافعون عن أرضهم عن عرضهم، يدافعون عن مالهم عن منازلهم. أخي الكريم، للأسف الشديد نحن ذهبنا لمرحلة أشنع وأبشع من هذه الجرائم، وهي شرعنة الإجرام وشرعنة الإجرام وإيجاد صور قانونية وصور يعني تبرر هذه الجرائم. للأسف الشديد وصلنا لمرحلة وجدنا فيها من هم يعني يعلون سدة الحكم في ليبيا يقولون أننا نبارك هذه الانتفارات، هذه الانتفارات التي رأيناها للأسف الشديد، وهي الجرائم والتنكيل والقتل والتدمير والخراب. طيب. لا يوجد شيء يبرر مثل هذه الأفعال، إنما هي محاولات للتغطية والتفتر وعدم الاعتراف بأن ما يسمى الجيش الوطني الليبي هو عبارة عن ميليشيا إجرامية إرهابية تتكون من المجرمين وأصحاب الطوابق ومتعاطي المخدرات، وهذا ما يفعله أي شخص مجرم وأي شخص يعني مرتكب للطوابق إذا تم تسليمه السلاح. طيب، أعود إذن إلى السيد إبراهيم سليمان. سيد إبراهيم، ما رأيك في كلام سيد مصطفى؟ اولا اقول لك اعطيني المجال لان تكلم ثلاث وانا صامت واسمعهم ثلاث ومن حقي ارد على هذه. تفضل بنفس الزمن وحتكلم معك بهداوه. اولا الذين شرعوا القتل والذبح هم الذين يتكلمون اليوم على حقوق الانسان، والذي شرع الذبح والقتل المفتي المعزول الذي له مكالمات مسجله صوتية ومتلفزة عبر قنواتكم اذهبوا إلى مدينة بنغازي وحرروها من أهل بنغازي. هل هناك أهل مدينة يحرروا مدينتهم من أهلها؟ هل هناك شعب يحرر دولة من شعبها؟ إلا الذين يقاتلون والمجرمون والذين يتسلقون من أجل الكراسي وعباد الكراسي. ما قولك على عثمان؟ خلينا نتعلم اسمار الذي يحرض على طلاب الاسلام. سيدي سامي، لو سمحت دعوا لنستمع هذه الافكار الافكار النيره افكار الكرامه. تفضل. والذين يتكلمون عن حقوق الانسان هل هم نسوا الميليشيات الذي تقتلوا الجيش الليبي؟ بدون ميليشيات، الميليشيات الذي اتت من الجفره لتحرير مدينه بنغازي من اهلها، هل يعقلها العقل هذا؟ أين عقل هذا يأتي بها؟ أنتم تتكلمون عن النساء وعن الأطفال وعن حقوق الإنسان، نحن ندين كل من ينتهك حقوق الإنسان ليس في بنغازي بل في طرابلس أولا،
بل الذي حصلت في الجنوب ثانيا، بل اللي حصلت في ورسانة ثالثا، بل اللي حصلت في بن وليد، بل الذي حصلت في أنحاء ليبيا. نحن ندين ونستنكر لمن ينتهك حقوق الإنسان. وعندما تقول الذين تهجروا إلى مدينة طرابلس، والله ما فيش حد هجرهم، كل من درى جريمة هرب. على تحكم على مدينة مصراتة ومنها مدينة مصراتة، لدينا من مصراتة يقاتلون معنا في الإرهاب، فهم شرفاء مصراتة. لم تهدم بيوتهم يعني. وعندما لم تهدم بيوتهم يعني، لم تهدم بيوتهم. أنت رجل مذيع، يجب أن تكون محايد بين الأطراف. يعني يا سيد إبراهيم، تقول في معلومات يعني فيها نوع من الخطأ. أنت رجل لا يعني ألم تهدم بيوتهم هؤلاء الناس؟ هل لم تهدم بيوتهم؟ لم يكن تهجيرهم قصر؟ خليني أكمل وأعطيكم المشهد. طيب طيب عودة ل... طيب يا سيد إبراهيم، سيد إبراهيم عن القتل في بغداد. طيب. وعن الصابري وصلت أنا فكرته. أقول لك ونقول لك ونقول لك ونكررها إن مدينة بنغازي العاصية حررت نفسها. طيب. بأهلها. طيب. وليس المتشدق الذي جلس. طيب. عليه ويقول. طيب. القتل والنهب، لأنه. طيب. هو اللي قتل، هو اللي نهب، هو اللي سرق، هو اللي دمر المدينة. طيب. وهو الذي فعل. طيب جيد حررتم إذا أنت تقول بأن بنغازي حررت نفسها، وأن بنغازي الآن أصبحت جنة، وأن بنغازي اختفت فيها كل مظاهر الإرهاب والإجرام، صح؟ نعم، حتى الميليشيات. طيب. الذي موجودة في. طيب سيد عصام، طيب شكرا لك سيد إبراهيم. سيد عصام، بنغازي أصبحت جنة الآن، ليس بها إرهاب وليس بها مشاكل ولا. ليس بها انتهاكات، تحولت فجأة من مدينة مليئة بالرعب والجرذان إلى مدينة جميلة. هو حقيقة نحن لا نريد أن نستعرض هذا الكلام كثيرا، لأن حتى المدة الماضية عندما حصرت مجلس الشورى وثوار بنغازي ومن معهم في عملية في أماكن مناطق قنفودة ووسط البلاد والصابري، كانت القذائف تأتي إلى الكيش وهي بعيدة، لا تصل القذائف الهاول لتلك الأماكن، وهي تعلم من أين تأتي هذه القذائف، وكانوا يقولون بأن من يقوم بها هم الذين من مجلس، وهم يعلمون بأنهم يقولون شيئا لا يصدق. أنا أريد أن أتحدث، عندما يتحدث عن المفتي أنه يحرض ويتكلم عن المفتي ويتجنى عن المفتي، ماذا يقول عن ما يقوله المسماري عن طرابلس ويحرض عليها، وما يقوله حفتر نحن آتينا لكم يا طرابلس سنحرركم، هذا كلام عادي تريد أن تحرمه على المفتي افتراضا لو كان قاله المفتي، ولا تريد أن تحرمه على حفتر؟ نحن لسنا من أصحاب الدفع بطاقات الدفع المسبق، ليكون في علمك عندما تتحدث يجب عليك أن تحترم الآخرين، ويجب أن تضع الأمور في نصابها، وعلى تقول لك حضرتكم وأنتم الذين تقولون وأنتم نحن نتكلم عن الحقائق. حتى عندما تكلمت عن أن الإعلام ما الإعلام، يجب أن تكون واعي بأن الإعلام هو الذي يدير هذه المرحلة، وهو الذي يضيع الهدف من أجل ذلك، وهو الذي قام بتحليل الإجرام ووصفه بأنه هدف لمحاربة الإرهاب. أي إرهاب؟ وصفت الأمم المتحدة داعش والقاعدة وأنصار الشريعة. داعش أنتم هربتموها من دارنا ومرت من أمامكم بسلام حتى وصلت إلى سرت، وأصبحت بعد ذلك تقاوم التوار وأسقطت العديد من الضحايا، وصلت إلى أكثر من 700 شهيد، وهذا أعتقد أنه ليس في حق الليبيين كشباب، وخاصة أنهم أجانب كذلك خرجوا من بنغازي وأصبحت بعد ذلك تحارب في سرت. الآن تتكلم عن سرت، سرت كانت فيها الدواعش. أنت عندما تتكلم عن سرت هل تعطي لها هؤلاء الحق في أنهم يحاربون؟ هذه النقطة واحد. لا سرت يعني سرت يجب الحديث عنها هذه النقطة، يعني هناك العشرات من المدنيين تم إجلائهم، هناك صور للعائلات كيف تم إخراجهم، تم إعادتهم، تم إعادة لا هناك المدنيين المدنيين الموجودين داخل مدينة سرت، تم حتى منهم من تم إعادته إلى بلده، يعني لا يتم الحديث عن مقارنة بين مدينة سرت وبنغازي. هو تكلم عن ذلك أيضا. ما قال عن محمود المفلي وما أعطاه الصفة، أنا أقول لك بأنه عندما تم نبش القبور وعندما تم الاستعراض بالجثة التي هي أعتقد الآن أصبحت مع حقوق الإنسان ليست ضد حقوق الإنسان، ألم يتم إقالته ووقفه على التحقيق؟ لماذا خرج بعد ذلك وبنصف الرتبة وتم حتى معلش انتقام انتقام معلش هذا طيب عادية. طيب النقطة الثالثة أريد أن أقولها هل يعقل أن يكون لجيش طيب استبدال أطفال كأسرى
مع افراد من الجيش. طيب. عندما تتكلم يجب ان تحترم عقول عقول المشاهدين. طيب. ولا تتحدث عن حقوق الانسان وانت بعيدا عنها. طيب اعود الان لمصطفى المهرك مجددا. مصطفى ما رايك، ماذا تعلق على كلام سيد ابراهيم؟ يقول لك كيف يعني مجموعات موجوده في الجفره تاتي لتحرر بنغازي؟ عندما تحدث عن سرايا الدفاع عن بنغازي نريد ان نذكر بشيء. عندما تخرج اسماء شهدائنا الذين سقطوا في مدينه بنغازي نجد ان 99.9 من هؤلاء هم من مدينه بنغازي، وقد تجد شخص او اكثر بقليل من مدينه درنة او شخص من مدينه طرابلس. ولكن عندما تتحدث عن الذين قتلوا في صف الكرامه ستجد اعداد كبيره جدا من طبرق التي تبعد 400 كيلو عن مدينه بنغازي، وكذلك من المارج ومن بيضة ومن قبة ومن توترة ومن برسس ومن سلوب ومن غيرها من القرى والمدن التي ليس لها علاقه ببنغازي. فعندما تتحدث عن ابناء بنغازي الذين يريدون العوده الى منازلهم والى املاكهم فهذا حق شرعي لا يقارن، وهو حق قانوني لا يقارن عندما تتحدث عن قوات اتت من مدن اخرى. فلا يقول ان مدينه بنغازي حررت نفسها، لان الذين يدافعون عن بنغازي هم ابناء مدينه بنغازي، والذين في صف الكرامه جلهم من خارج مدينه بنغازي، والكل يعرف هذه الحقيقه ولا يستطيع احد اخفاء هذه الحقيقه. طيب شخصي اخر اخي 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 صفوان عندما يتحدثون كثيرا عن قصه الارهاب الارهاب الارهاب، اخي الكريم هل هذا الشخص نسى او تناسى الجثث التي وجدت موجوده في مكبات القمامه في مدينه بنغازي؟ هل نسى عمليه الاغتيالات التي لم تتوقف في مدينه بنغازي؟ فهذه الاغتيالات الان معروفه هي من صلب عمليه الكرامه. اما ما حدث قبل هذه العمليه الارهابيه الاجراميه لم يكن هناك دليل واحد على ان الثوار هم من ارتكبوا ذلك، وعندما اثبت او وجد دليل كان هذا الدليل موجه او هذا الاتهام موجه لجيش برقة، وكان المسؤول عز الدين الوكواك عن هذه الاغتيالات. اي ان الجريمه الوحيده التي ثبت بها الفاعل موجهه الى انصار حزبه ولم تكن موجهه الى الثوار. طيب فهذه الحجج نعم. للاسف الشديد لم يعني خلاص يعني ما عادش تمشي على العقول الليبيين، يجب عليهم تطوير انفسهم وايجاد كذب اخر وايجاد حجج اخرى وايجاد طيب. حجج ثانيه يعني. اشكرك جزيلا سيد مصطفى المهرك الناشط السياسي كنت معي عبر الهاتف، واشكر ايضا الشيخ محمد التايب احد مشايخ بنغازي. نعتذر لان لم ناخذ معك وقت طويل. اشكر ايضا سيد ابراهيم سليمان ناشط الحقوقي كان معنا بنغازي. عصام في 30 ثانيه بس. هو تكلم عن المجتمع الدولي وتأييده لما حدث في بنغازي، اقول له بصراحه المجتمع الدولي يريد الامن والاستقرار لتحقيق اجنداته. المجتمع الدولي لو اراد الحقيقه واراد حقوق الانسان لما تغاضى الطرف عن دخول السلاح إلى مدينة بنغازي عن طريق حفتر والتمويل القطري والتمويل المصري الذي هو في ضمن عرقلة الحوار وعرقلة طيب. الاتفاق السياسي وعرقلة أيضا البند السابع الذي ويحث على عدم طيب. دخول السلاح إلى ليبيا. طيب شكرا لك عصام. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة تغطية خاصة لهذه الليلة، تصبحون على خير، إلى اللقاء.